بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، ذكر المؤلف رحمه الله نفعنا الله بعلومه وبكم، قال: فصل. وأركان الصلاة 17، أولها النية، ومحلها القلب، ويجب أن تكون مقرونة بتكبيرة الإحرام. فإذا كانت الصلاة فرضا فشروطها ثلاثة: القصد، وهو أن يقصد هيئة الصلاة، والتعيين بأن يعينها باسمها من كونها مغربا أو عشاء مثلا، ونية الفرض بأن أو نية الفرض بأن يصف الصلاة بالفرض. وإن كانت نفلا معينا كالرواتب فلها شرطان: القصد والتعيين. وإن كانت نفلا مطلقا فلها شرط واحد وهو القصد فقط، ويسن النطق بالمنوي، ونية الأداء أو القضاء، والإضافة إلى الله تعالى، والاستقبال وعدد الركعات بأن يقول: نويت أن أصلي فرض الظهر مثلا أداء لله تعالى مستقبل القبلة 4 ركعات، الله أكبر. ولا يطلب التعرض لليوم، فلو عينه وأخطأ لم يضر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 46 من دروس الفقه الشافعي من كتاب تنوير القلوب. قال: فصل. وأركان الصلاة 17. في بعض الكتب يقولون 13، فيدخلون ركنا في ركن، يعني ما في شيء والله هنا ركن وهنا ليس بركن، لا، يدخلون ركنا في ركن. طيب، هذه النقطة الأولى. الركن، ركن الشيء ما كان جزءا منه، وشرط الشيء ما كان لا بد منه لكنه ليس جزءا منه. يعني الوضوء شرط لصحة الصلاة، لكن الوضوء ليس جزءا من الصلاة. أما تكبيرة الإحرام كما سيأتي معنا فهي ركن من أركان الصلاة وهي جزء من الصلاة. النية من أركان الصلاة وهي جزء من الصلاة. القيام، صلاة قراءة الفاتحة، الركوع، الطمأنينة في الركوع، الاعتدال، كل هذه الأشياء هي جزء من الصلاة فهي من أركان الصلاة. فركن الشيء ما كان جزءا منه، يعني من ناحية اللغة الجدار جزء من الغرفة فهو ركن من أركان الغرفة. السارية، بني الإسلام على 5: إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، أركان لاحظنا وهي جزء من الإسلام. طيب، قال: وأركان الصلاة 17، أولها النية. النية أحبابنا هي قصد الشيء مقترنا بأول جزء من أجزاء الصلاة. أنت بدك تبدأ الصلاة، أول ركن في الصلاة ما هو؟ تكبيرة الإحرام. الله، شايف؟ الله أكبر. أثناء جزء من قولك الله أكبر بدك تستحضر النية، لك تستحضر النية. نعم، الله. طيب، ما الدليل على أن النية ركن؟ قال قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. الإمام النووي عندما جاء بهذا الحديث في 40 النووية جاء بعدة أحاديث وقال، ومنها هذا الحديث، قال: عليها يقوم الإسلام. من حديث: إنما الأعمال بالنيات. يعني أنت فت على أبو محمد، دخلت على بيتك، الدنيا شو تدوشت. طيب، هذا الدوش ظاهره مثل الغسل. طيب، ما كيف يكون عبادة إذا نويت؟ مثلا الغسل، غسل الجمعة، لما يكون عندنا صلاة جمعة يبدأ وقت غسل الجمعة من بعد صلاة الفجر، فنحن اغتسلنا، نوينا غسل الجمعة صار عبادة، لم ننوي شيئا والله هذا تنظيم، ليس عبادة، دوش مثل ما قال. نعم،
قال النية ومحلها القلب. النية لا علاقة للتلفظ، الأشياء اللي ذكرها الآن نقلها الشيخ وليد عن الشيخ سنأتي عليها لاحقا. أما النية التي هي ركن من أركان الصلاة محلها أي القلب، أن تنوي. الواحد فايد ومشغول باله بالبيع والتجارة والبورصة ونزلت وطلعت وفات والله أكبر، ولا يعني مثل ما يقولوا عمل روتيني، ولا خطر بباله الصلاة، حتى مو عارف شو عم يساوي ماشي ورا الإمام. انتبهنا؟ عند الشافعية لا يصح هذا، لا بد من النية، والنية فيها شروط كما سيأتي. قال ومحلها القلب، ويجب أن تكون مقرونة بتكبير الإحرام، يعني أن تكون مقرونة بجزء بتكبير. هنا يعني لابد من مراعاة كلمة جزء، يعني أنا لما أقول الله أكبر بدي أتذكر يعني ثلاث شغلات، فرض صلاة العشاء، فرض صلاة العشاء، يعني بدي أتذكر أنه أنا عم صلي فرض، وأنه أنا عم صلي العشاء، وأنه أنا عم توجه على الصلاة، لاحظنا؟ طيب. قال فإذا كانت الصلاة فرضا فشروطها ثلاثة. إذا كانت الصلاة فرض إلى ثلاث شروط. قال في بيت شعر عند الشافعية معروف، يا سائلي عن شروط النية، القصد أنا أقصد الصلاة، والتعيين أنا أعين أنها صلاة عشاء مو مغرب، لاحظنا، والفرضية لابد أن أعين الفرضية حتى أميز الفرض عن السنة، لأنه ممكن أنا أكون عم صلي تراويح، الواحد أحيانا بالتراويح بيصلي تراويح، أحيانا بيصلي قضاء، لابد من التعيين. يا سائلي عن شروط النية، القصد والتعيين والفرضية. إذا كنت أصلي فرضا فأقصد الصلاة وأعين هذه الصلاة أنها فرض، وأعين هذه الصلاة أنها عشاء أو مغرب، وأيضا أذكر الفرضية، يعني مثل ما قلت لك إن ثلاث كلمات، فرض الله أكبر، أنا مستحضر فرض صلاة العشاء، الله أكبر فرض صلاة المغرب، الله أكبر فرض صلاة الظهر. طيب قال فإذا كانت الصلاة فرضا فشروطها ثلاثة، القصد وهو أن يقصد هيئة الصلاة، يقصد الصلاة، والتعيين بأن يعينها باسمها من كونها مغربا أو عشاء مثلا أو فجرا أو ظهرا أو عصرا، وقال الفرضية ونية الفرضية بأن يصف الصلاة بالفرض. فأنا بدي صلي فرض ما بدي صلي سنة، إذا كنت أصلي نفل في عندي نفل مطلق وفي عندي نفل راتبة، نفل الراتبة له شرطان. قال وإن كان نفلا معينا كالرواتب، المعين مثل إيش؟ مثل صلاة العيد نفل. كل الصلوات عندنا التي وردت في الأحاديث من عدا صلاة الجنازة عند الشافعية كلها نفل، نفل معين، لاحظنا. فخلاصة الصلاة التي تصليها قبل العشاء أو بعد العشاء، الآن صلينا ركعتين، أن أعين، أن أقصد الصلاة وأن أعين النفل، إنه هذا نفل العشاء. طيب قال وإن كانت نفلة معينة كالرواتب فهي شرطان، القصد والتعيين، القصد والتعيين، وعينها أنها نافلة العشاء. هلا بقى إذا قبلية بقول بنوي قبلية، وإذا بعدية أنوي بعدية، وهكذا. طيب إذا كنت أصلي نفلا مطلقا فقط أقصد الصلاة، لا علاقة لهذا الموضوع بهذه الصلاة. النفل المطلق ممكن يكون الآن بعد العشاء، ممكن يكون بين المغرب والعشاء، ممكن يكون في آخر الليل، يعني اسمه نفل مطلق. قال وإن كانت نفلا مطلقا فلها شرط واحد وهو القصد. أنا بدي صلي نفل لله تعالى ببيتي، هلا رحت أنت على بيتك سهرت عشيت، بعدين أنت حبيت تساوي تصلي لك ركعتين قبل ما تنام، أو نمت واستيقظت قبل الفجر بدك تصلي ركعتين لله تعالى، الله أكبر، فقط يعني تقصد الصلاة، ما لا, لا, لا تعين شيئا، لأنه ما في تعين هنا. تعين أينما أين يكون، في الفرض
وفي النفل المعين يعني هو نفل المغرب، نفل العشاء، هذا مثل الراتبة، مثل صلاة العيد وهكذا. طيب قال وإن كان ويسن الآن بقى النية محلها القلب، وهيك قلنا كل شيء تقرأه في كتب الفقه عن موضوع التلفظ بالنية هذا يعني لم يرد، لكن الفقهاء ذكروه، المتأخرون بالذات ذكروا هذه الأشياء، قالوا من أجل لأنه انتشرت الغفلة بين الناس، يعني يدخل واحد على الصلاة وهو عم يسأل حساباته اللي بالمحل ما انتهت، مشاكله مع الناس، خلافاته مع الناس، وأوجاع الشارع، ومليون قصة، وخناقته مع مرته، وعلقته مع حماته، غفلة غفلة. فقالوا اللسان يعين القلب، فأقول نويت قبل ما أصلي. هذا طبعا لم يرد في السنة، لكن قالوا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هنا ليس واجب لكن قالوا من باب أن يعين القلب. فنويت أن أصلي 4 ركع فرض صلاة العشاء، ما في مانع أقول مستقبلا الكعبة الشريفة، لكن هل ورد شيء من هذا في السنة؟ لا لم يرد. طيب لماذا قال به الفقهاء؟ قالوا به من أجل أن يحضر اللسان أو يساعد اللسان على استحضار القلب بالنية. النية أين محلها؟ القلب، محلها القلب، ومكانها مع جزء من تكبير الإحرام. هذا بالنسبة للركنية. قال ويسن النطق بالمنوي، يعني الشيء اللي أنا نويته فرض صلاة العشاء تبانا يسن أن أنوي به. ذلك قال تحت وهي سنة فقهية لا نبوية، وذلك ليساعد اللسان القلب. ويسن النطق بالمنوي. ونية الأداء، إذا أنا عم أصلي بدي أصلي العشاء فأداء، طيب إذا كنت أقضي العشاء فأقول قضاء. طيب والإضافة إلى الله تعالى نويت أن أصلي 4 ركعات فرض صلاة العشاء قضاء، عشاء مبارح مثلا لا سمح الله عليه قضاء، والإضافة إلى الله نويت أن أصلي لله تعالى، والاستقبال مستقبلا الكعبة الشريفة. شوف هذا كله شو بيخليك تخرج من الجو الذي كنت فيه وتتوجه إلى الجو جو العبادة الذي أنت مقبل عليه. وعدد الركعات نويت أن أصلي 4 ركعات فرض صلاة العشاء أو فرض قضاء العشاء أو أداء صلاة العشاء أو قضاء صلاة العشاء مستقبلا لله تعالى، مستقبلا الكعبة الشريفة. طيب بعدين الله أكبر. قال ولا يطلب التعرض لليوم، اليوم نقول اليوم لا يطلب. فلو عينه قال اليوم مثلا السبت وأخطأ لم يضر، لأنه أصلا هذا الموضوع كله وين لا علاقة له بأصل النية، أصل النية القلب. يعني هذا الكلام فقط ذكره المتأخرون من فقهاء الشافعية من أجل يعني تحضير القلب وإعانة القلب ومساعدته على أن يستحضر الدخول في الحضرة الشريفة. أحبابنا لما أنا بدي أصلي شو أعمل؟ بقول الله، طلع فيه الله أكبر. العلماء قالوا هنا حالتان، يعني إما أنه أنا وأنت كلنا مثل الأسير الذي يستسلم، الله شايف شو عم تعمل، الله شو الأسير ماذا يفعل؟ يرفع يديه ويستسلم. فأنا أستسلم لله عز وجل، وإما أنني ألقي بالدنيا خلف ظهري، الله شايف زتيت الدنيا الله أكبر وابتدأت مع الله. حتى سمعتك لبعض مشايخ مصر لفتة حلوة، قال أنت لما بدك تدق تليفون بتجيب التليفون وبتمسك السماعة وين بتحطها؟ على أدنى. قال الجوال بمسك هيك حطه على أدنى من أجل أن أتكلم. فإذا أردت أن تتكلم مع الله فترفع يديك ثم تضع اليد على اليد فتبدأ المكالمة. تبدأ مع من؟
مع الله. أحبابنا الإنسان المسلم في كل لحظة يعني ينبغي أن يكون مع الله في كل لحظة. يعني تصوروا أن اليوم بشوف فيديو قال امرأة بتقول أنا ملحدة ولست مؤمنة أمريكية، لكن إذا كان القرآن استطاع أن يجعل هؤلاء أهل غزة يصمدون 6 أشهر أمام قوى عالمية، فأنا أريد أن أقرأ القرآن لأعرف ما هو السر الذي صنعه في هؤلاء الناس. يعني لما بيجي واحد عم يبكي مات أبوه بيقول له إيش بك يا زلمة، كلنا ياتنا مشاريع شهادة. شو هالناس هاي يلي ماذا فعل فيهم القرآن حتى جعلهم رجالا؟ ذلك قال الله عز وجل عبادا لنا أولي بأس شديد. أنا نشرت هيك على المجموعة لأخواننا يعني شغلة فيها فائدة، وأنا والله صرت طبقة يعني، أنه سيدي أحمد الرفاعي كان إذا استيقظ كل يوم من نومه ماذا قال؟ قال أصبحت لله ضيفا. أول ما بيفي بعد ما يقرأ أصبحنا وأصبح المنور، يعني أصلا بدك تقول أنت أصبحنا، فيقول أصبحت لله ضيفا والله للضيف يغني. الله يغني مين؟ الضيف. في أكرم من الله؟ أصبحت لله ضيفا والله للضيف يغني، حسنت بالله ظني كي يصرف السوء عني. يا عالم السر مني لا تهتك الستر عني. أنا يعني لماذا جئت بهذا؟ لأقول إن الإنسان المسلم قلبه مرتبط مع الله في كل لحظة، وكلما زاد ارتباطه مع الله كلما كان أقرب إلى الله، أقرب إلى الله. هاي الجوالات والله صارت تشغلنا عن الله، وأنا واحد منكم يعني كلنا بنسب مختلفة كلنا أصبحنا مشغولين عن الله. يا جماعة كم يقرأ المسلم اليوم من القرآن وكم يكتب في الجوال؟ سؤال. وأنا عم بحكي عن كل المسلمين، ما عم بتكلم عن أحد. حالة ظاهرة اليوم، قلوا لكل واحد، قلوا لسليم، قلوا لمحمد حمادة، قلوا لعلي، قلوا لأبو محمد، قلوا لمصطفى، كم تقرأ كل يوم من القرآن وكم تكتب؟ لو جمعت ما كتبته ما بيطلع أجزاء؟ وثلاث أرباع ما له فائدة إلا ما كان فيه فائدة، يعني في شيء في هامش في فائدة، لكن كل شيء بيزيد عن حده بينقص. فالحالة المسلم مع الله، الله شوف زتيت الدنيا بفضاري، الله أكبر، دخلت في اتصال مع الله. ويبدأ الحمد لله رب العالمين، تمجيد الله، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، عم يخاطبه إياك، بعدين ينتقل من التمجيد إلى الدعاء، اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء. صراط من؟ الذين أنعمت عليهم. من الذين أنعمت عليهم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. غير المغضوب عليهم قال اليهود، ولا الضالين قال النصارى. هذول غضب الله عليهم، هذول ضلوا الطريق. نعم. طيب. وثانيها، تفضل شيخ وليد. إذا الركن الأول تكبيرة الإحرام، الركن الثاني سيقرأه الشيخ وليد. قال وثانيها تكبيرة الإحرام، ولها 21 شرطا، وهي أولا إيقاعها بعد الانتصاب في الفرض، ثانيا وإيقاعها حال الاستقبال، ثالثا أن يقرن النية بجزء منه، أن يقرن وأن يقرن النية بجزء منها، ثالثا ودخول الوقت لتكبيرة الفرائض والنفل المؤقت، خامسا وأن تكون باللغة العربية للقادر عليها، سادسا ولفظ الله، سابعا ولفظ الله، ولفظ الله، سابعا ولفظ أكبر، ثامنا وتقديم الجلالة على أكبر، تاسعا وعدم مد همزة الله أو الله، عشرا وأن لا يزيد في مد الألف التي بين اللام والهاء على 14 حركة،
11 وعدم واو قبل لفظ الجلالة. 12 وعدم ياء النداء. لا، إذا بنقول أحد واحد أحد وعشرون شرطا، الحادي عشر، الثاني عشر شرط يعني. نعم. الثالث عشر وعدم الإتيان بواو ساكنة في هاء الله. الرابع عشر وعدم واو متحركة بين الله وأكبر. الرابع عشر، لأنه هذا مبني على الفتح، مبني على فتح الجزئي. نعم. الخامس عشر وعدم مد همزة أكبر. السادس عشر وعدم مد باء أكبر. السابع عشر وعدم تشديد باء أكبر. الثامن عشر وعدم الفصل بين الله وأكبر إلا بأداة تعريف كالله الأكبر أو وصفين كالله الرحمن الرحيم أكبر. التاسع عشر وأن يسمع بها نفسه، وكذا القراءة الواجبة كالتشهد الأخير والسلام، ولا بد في حصول السنن القولية من ذلك. العشرون وتأخيرها عن تكبيرة الإمام في حق المقتدي. الحادي والعشرون صحيح. وعدد الصارف، فإذا كبر المسبوق الذي أدرك الإمام في الركوع تكبيرة واحدة وأوقع جميعها في القيام وقصد بها التحرم وحده انعقدت صلاته، وإن قصد بها التحرم والانتقال أو الانتقال وحده أو أطلق أو شك هل قصد التحرم وحده أم لا لم تنعقد صلاته، وإذا قصد بها المبلغ الإعلام فقط أو أطلق ضر أو الإحرام والإعلام لم يضر. قبل أن أشرح هذه الفقرة التي فيها واحد وعشرون شرطا، أريد أن أقول، قد يقول لي قائل الآن يا أخي أنا يعني هلا تكبيرة الإحرام بدك لها الشروط هذول، هلا حقلا هذا كتاب علم، هذا من الكتب المتوسطة، ليس كبيرا ولا متن. أنا عندما يأتيني الآن طالب يكون عم أسسه، ماذا أقول له؟ تكبيرة الإحرام الله أكبر خالص، واضح؟ لكن عندما يكون الكتاب كتاب علم، أنت ستأتيك هذه الحالات الآن عندما أشرح. أحد الناس وقع في المحظور الفلاني في واحد من ال 21 هذول، فأنت بتقول له الجواب كذا. واحد ثاني وقع بمثلا، سأأتيك بمثال. واحد دخل اليوم بالإسلام، سيأتي معنا مما قرأ الشيخ وليد. رجل دخل أو امرأة دخل أحدهما الآن في الإسلام وبدأ يصلي العشاء، من دخل بعد العشاء، إذا وجبت عليه صلاة العشاء. سيدي أبو محمد بدأ يصلي العشاء، شو بدأ يعمل هذا؟ من اللي له تعلم الله أكبر. قال حاول يتعلم، ما تعلم، ما كان، زلمة أعجمي. فمن له تترجم إلى لغتك، مثلا إنجليزي great good الله أكبر، انتبهنا، بترجم للغته وبعد ذلك يتعلم. إذا في وقت يتعلم وتعلم وجب أن ينطق، الأصل أن ينطقها باللغة العربية. طيب هذه حالة لمن يدخل في الإسلام. في حالات أخرى وبعض الناس تضيف، بعض الناس تمود، الآن سنأتي. فنحن هذه يعني مع من عقد العلم هذا الكتاب ليتخرج عندنا علماء. نحن الآن في البيت الشامي عندنا مشروع تخريج علماء، وهذا المشروع يحتاج إلى قراءة. فما يجي واحد يقول أخي أنا شو بدي بقصة كلها، أنت ما بدك بها القصة بإمكانك ما تحضر الدرس، لكن ما تعترض على أهل العلم، هذه شروط وضعوها، وهذا كلام للسادة الشافعية، هذا من أجل أن يتعلم العالم. تأتيه مسألة من أصل واحد من 21 فيجيب، مسألة أخرى فيجيب الآخر حسب مسألته، الآن سيتبين معنا. طيب قال وثانية، إذا الركن الأول من أركان الصلاة ما هي؟ النية. الركن الثاني تكبيرة الإحرام، النية أين موقعها؟ مع جزء من تكبيرة الإحرام. طيب تكبيرة الإحرام قال ولها 21 شرطا، وهي أولا إيقاعها بعد الانتصاب في الفرض. أنا لما أريد أن أكبر لا أكبر وأنا جالس، يعني مثل هذا الشاب قاعد
بده يصلي ما بيقول الله أكبر واحد بعدين هو قاعد بيقول الله أكبر وعم يقوم، لا، ماذا يفعل؟ يقف أولاً ويتوجه للقبلة، مو هيك؟ كلنا نفعل ذلك. هلا لما بيجي أبو عبده بيقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا، يعني يقيم الصلاة، ماذا نفعل؟ نقوم بعد ذلك نتوجه إلى القبلة. هذا اللي عم يقول لك، بس عم يبين لك إذا قلت الله أكبر وأنت قاعد وبعدين قمت، يعني جزء منها وأنت جالد ما بتصح. لاحظنا؟ طيب، قال أولاً إيقاعها بعد الانتصاب في الفرض، ثانياً إيقاعها حال الاستقبال. أنا وشي لعند أبو محمد والابن هيك وعمول الله أكبر عم بفتل، ما بصير، يجب أن تكون بعد استقبال القبلة. ثالثاً أن يقرن نية بجزء منها. نحن قلنا لما نقول الله أكبر فرض صلاة عشاء مثلا، فرض صلاة مغرب، لابد أن أستحضر النية. رابعا ودخول الوقت لتكبيرة الفرائض والنفل المؤقت. أنا أريد أن أصلي العشاء، هل أكبر لصلاة العشاء قبل أن يؤذن العشاء؟ لاحظنا، لو واحد قال لي أنا قبل ما يؤذن أبو عبده، قبل ما يؤذن قلت الله أكبر بدأت بالصلاة، شو بقول له؟ تكبيرة الإحرام للدخول في الصلاة، والدخول في الصلاة شرطه أن يدخل الوقت. شغلنا المكيف ابن الله يبارك، شو صار؟ شرطه أن يدخل الوقت، انتبهنا. وكذلك النفل المعين، النفل المعين يعني مرتبط بالفرض، يعني سنة صلاة العشاء يجب أن تكون بعد دخول وقت صلاة العشاء، إذا لابد من دخول الوقت. الخامس أن تكون باللغة العربية للقادر عليها. واحد ما له قادر هلأ دخل بالإسلام بحياته ما سمع كلمة باللغة العربية، حتى عندما درس الإسلام درسه بلغته الفرنسية أو الإنجليزية أو الصينية أو الألمانية، ما بيعرف عربي، إيش بده يقول؟ الله أكبر. لا شوفوا، لا انتوا تدخلوا على الفيديوهات يلي بتلقين المسلمين الجدد تكبيرة الإحرام، انا كثير مفرح فيهم، هذول يجدون صعوبة، واحد عمره 70 80 سنة بكي 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 لانه الله اكرمه، نحن كل يوم عم نكبر يا جماعة، ما عم نشعر بقيمة النعمة، هو الحمد لله انه الله نعمة رحمة الله ادركته قبل ان يموت على الكفر. لاحظنا؟ طيب، قال فلو نطق بها أثناء القيام إلى الصلاة، مثل ما قلت لك، مثل ما قول الله أكبر ومطلع عرفه، قول الله قوم قول مد الله شايف هو قاعد بدأ، ما بصير، يوقف يستقبل القبلة ويدخل الوقت ويقول بعدين الله عود يعود، إحنا مشان نوضح. طيب هون كاتب تحت ويؤخر الصلاة للتعلم إلى أن يبقى ما يسعها. واحد هلا دخل بالإسلام، هلا بعد العشاء، أو واحدة دخلت بالإسلام، شو من اللون؟ لا تصلي العشاء، أول شيء تعلم تكبيرة الإحرام، لأنه تكبيرة الإحرام باللغة العربية أساس. شايفين؟ في ناس بيقول لك أخي ليش نحن نقدم باللغة العربية؟ وين؟ ليش نحن القرآن نكتبه باللغة العربية؟ أخي هذا كلام الله، يعني هلا هن لباس لكم وانتم لباس لهم، اجى واحد فسرها ترجمه قال انتم بنطلونات لهم وهن بنطلونات لكم، هن بنطلونات لكم وانتم بنطلونات لهم. لو بترجم هي الجمله لاي لغه لا تصل الى المعنى، اللباس يعني المراه والرجل صاروا حقيقه واحده سكن. لاحظتوا هذا المعنى؟ في شيء عندنا اسمه بلاغه مو موجوده لا بالانجليزي ولا بالفرنسي ولا بالتركي ولا باي لغه من لغات العالم، فلذلك لا يكون القران قرانا الا باللغه العربيه. قال من عجز عن اللغه العربيه ولم يمكنه التعلم في الوقت، اذا ما امكنه التعلم مثلا دخلت بالاسلام بعد المغرب، حاولنا نعلمها ما الوقت ضيق، بقي ربع ساعة لأذان، شو إلا صلي وترجمي الله أكبر للغتك، بعد ما قاعد تتعلمي. فإذا أمكن الوقت يجب
وإذا لم يمكن الوقت ترجمة في لغتها لكن مؤقتا، التكبير لا يكون إلا باللغة العربية. نعم، لأن تعلم نطق الله أكبر باللغة العربية فرض، كما أن تعلم القرآن الكريم باللغة العربية أيضا فرض. طيب، قال هي خمسة خلصنا، ولفظ الله، شوف معي لاحظ، هي كلها الله أكبر. في ناس بيقول لي الله، شو صارت؟ استفهام. الله أكبر، الله أكبر، عم يستفهم. لا، هي إثبات الله أكبر. بيجي واحد يقول والله أكبر، أقسم، هي مبتدأ وليست قسم. أو والله أدخل عليها الواو، أو الله مد أكثر من 14 حلقة، أو الله. أنا بعض الحلبية سمعته لما بيحلف بيقول والله. أنا أكثر من أخ هيك من إخواننا، طبعا أنا بيقول والله بعض الإخوة، يعني في بعض الإخوة كثير غاليين علي، بس أنا ما سمعت هي هذا مثلا الكلام إلا هنا. إيه لو قال الله أو الله ما بيصير، سواء هواء هي ها أكبر أو راح مد أكبر أو أكبر، هذا كلهم هدول اللي مارقين أنا عم اشرح لك اياهم شرح، أكبر أو أكبر أو سيأتي معنا. إذا ماذا نريده أن يقول؟ باللغة العربية الله أكبر. شايفين؟ هذه خلاصة كل هذه التفصيلات لطلب العلم، لطالب العلم حتى إذا جاءته حالة من هذه الحالات يجيبه، لا يقول له مكروه، والغالب يقول له الحالات التي ذكرناها الصلاة باطلة، لأنه لا تنعقد الصلاة إلا بالتكبير. طيب، حلينا نكمل. قال ولفظ الله مبتدأ، ولفظ أكبر، وتقديم الجلالة على أكبر، ما بصير يقدم الأكبر على الله، ما بصير يقول أكبر الله، يجب أن يقول الله أكبر. طيب، قال وعدم مد همزة الله، عدم مد الله، شو صارت؟ استفهام، استفهام. الله أكبر، شايف اللغة العربية؟ إيه والله، كل ما بتعلم أي لغة بالدنيا شوف حالي باللغة، لغة القرآن، لغة نبينا عليه الصلاة والسلام. أنت في حديث إنه يعني لغة أهل الجنة، لكن مش لموضوع الحديث، يعني لا يحتج به، لكن إن شاء الله نروح لأيهم عم يحكوا لغة عربية. أي نعم. طيب، قال وعدم مد همزة الله، وألا يزيد في مد الألف التي بين اللام والهاء. الله، الله، هي الألف اللي بين اللام والهاء. قال إيه؟ قال أكثر من على 14 حركة. الله، هيك في ناس، والله في ناس هيك أنا سمعتها. الله أكبر، قلت له إيه، والله قلت له إيه، وين رايح أنت؟ أهلين حجي، قلت له وين رايح أنت؟ خرب بيت شيطانك، واحد بعرفه يعني، فما بصير مدة أكثر، هذا يعني هذا مد كثير 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 يعني، انتبهنا، وإلا بتبطل. وعدم واو قبل لفظ الجلالة، الله أكبر، ما في والله أكبر. وعدم ياء النداء، ما في يا الله أكبر، صار عم ينادي ما عم يثبت يا الله، هيك إذا بنحط يا شو صارت؟ يا الله أكبر، أداة نداء، أنت صارت أداة نداء. وعدم الإتيان بواو ساكنة فيها الله، 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 هي قلت لك عليها من شوي، أنا ذكرتهم هيك بتوضيح. وعدم واو متحركة بين الله أكبر، الله أكبر هذا صح، كل شيء غيره غلط، الله أكبر غلط، والله أكبر غلط، والله، الله أكبر غلط، الله أكبر غلط، لاحظنا؟ طيب،
وعدم مدى همزه اكبر اكبر صاروا همزتين اكبر يعني الله الله اكبر يعني انت شاكك انه الله اكبر الله اكبر اصلا هي صيحه الجهاد قال هلا اليهود عم يدربوا الكلاب عندهم على صوت الله اكبر اي اذن بيطلع منه صوت الله اكبر بيهجم بيهجم على صاحبه نعم وعدم مذبا اكبر الله اكبر ما بصير وعدم تجديد باء اكبر الله اكبر تجديد ما بصير وعدم الفصل بين الله اكبر ما بصير تفصل بين الله اكبر الا انتبه باداه تعريف الله الاكبر هي بتجوز انتبهنا او بوصفين الله الرحمن الرحيم اكبر اما الله لا اله الا هو الحي القيوم اكبر ما بصير لكن الافضل خليك على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم شو قال النبي عليه الصلاه والسلام الله اكبر طيب وان يعني اكثر من اثنين كاتب تحت فيضل وان يسمع بها نفسه اذا هو لحاله اذا ما له امام اذا امام الله اكبر اذا الله يسمع ان يسمع بها نفسه قال مو بس الله أكبر بيسمع بها نفسه أيضا تشهد أيضا بده يسمع به كذا قراءة الواجب الفاتحة بيسمع بها نفسه التشهد الأخير عليه أن يسمع نفسه السلام عليه أن يسمع نفسه أما الأخرس يعني ما بيقدر ينطق قال يحرك شفتيه يطلع بإيده تبانا طيب قال ولا بد في حصول السنن القوليه من ذلك يعني السنن القوليه سبحان ربي الاعلى سبحان ربي العظيم كل السنن وجهت وجهك ان يسمع بها نفسه وتاخيرها عن تكبيره الامام في حق المقتدي يعني الامام امام مثلا الشيخ وليد عم يصلي لسه ما الشيخ وليد قال الله قال انا شوفها الله ابو محمد بنعز بعدين انا الله قال الشيخ وليد الله شو أنا قلت الله يعني قارنته في جزء من تكبير الإحرام قال الشافعية لا يدخل الإمام في الصلاة حتى يجزم براء أكبر لأنه هاي ركن يجزم براء أكبر يدخل في الصلاة فأنا لا أقتدي به إلا بعد أن يدخل في الصلاة كإمام وضحك المسألة لا أقتدي به حتى طيب قال وتأخيره عن تكبيرة الإمام في حق المقتدي أنا لما أكون مقتدي أستنى الإمام ليزن بالراء وعدم الصارف فإذا كبر المسبوق الذي أدرك الإمام في الركوع تكبيرة واحدة وأوقع جميعها في القيام وقصد بها هلا أنا مسبوق وأدركت الإمام الله أكبر وأنا أقول الله أكبر رحت نويت فيها تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال ولحقت الشيخ وليد بالصلاة شو عملت أنا؟ أوقعتها أولا ما أتممتها وأنا في حالة القيام لأني يعني أنا قلت الله أكبر تكبيرة الإحرام غير تكبيرة الانتقال تكبيرة الانتقال سنة تكبيرة الإحرام ركن يعني لا تصح الصلاة من دونها وأوقع جميعها في القيام وقصد بها التحرم وحده وحقد الصلاة بدي يقول الله أكبر هو راكع الله أكبر مشان اقتدي الحق بالركوع إذا أنا لحقت كما سيأتي معنا أدركت الإمام بالركوع بمقدار سبحان الله قبل ما يقول سمع الله لمن حمده صح هذه الركعة لذلك الإمام ينبغي يعني أن يراعي ما في مسبوقين مرسل يسرع سبحان ربي العظيم سبحان لا يراعي نعم الله أما وإن قصد بها التحرم والانتقال قصد الله أكبر للدخول بالصلاة والانتقال للركوع لأنه هو جاي مسبوق قال بطل صلاته أو الانتقال واحدة معناتها ما قال تكبيرة الإحرام أو أطلق ما نوى شيء
هل قصد التحرم وحده أم لا؟ لم تنعقد صلاته. وإذا قصد هلا المبلغ، أنتم مو كان ما في مغرب ولا شايفين ما كانت موجودة، كان يصلي الإمام وعلى بعد مثلا لو بوصل صوت الإمام 5 أمتار، في بعد 5 أمتار مبلغ، وإذا أعداد كبيرة بالجامع الأموي أو المسجد الحرام كل مسافة في مبلغ، فمبلغ ينوي عن مبلغ. قال هذا المبلغ إذا قصد بها الإعلام صار عم يحكي مع الناس، لابد أن ينوي بها الإعلام والانتقال، أو أطلق ضرب أو الإحرام والإعلام لم يضر، تكبيرة الإحرام. قال الإمام الله أكبر، شو بيقول المبلغ؟ الله أكبر. فينبغي أن ينوي تكبيرة الإحرام اللي هي ركن وينوي الإعلام. أما إذا نوى الإعلام فقط وعم يحكي صار ما دخل في الصلاة، واضح؟ أما لابد أن ينوي هذا وذاك. طيب كمل شيخ وليد. أما تكبيرة الانتقال، قال أما تكبيرة الانتقال فيشترط فيه قصد الذكر وحده أو مع الإعلام، فإن أطلق أو قصد به الإعلام وحده بطلت أو بطلت صلاته، فإن كان عاميا لم يشترط فيه شيء وإن كان مخالطا للعلماء. هلا تكبيرة الانتقال كمان بده يشترط فيها الذكر أو الذكر مع الإعلام. طيب قال هذا عامي، بنقول له هي المسألة يعني يغتفر، لأنه هي المسألة لا يعرفها إلا القليل، حتى لو كان مخالط العلماء ممكن ما يعرفها. فإن كان عاميا لم يشترط فيه شيء وإن كان مخالطا للعلماء. أما إذا متعلم ما بصير تبطل صلاته. ويسن شيخ ولي، ويسن أن لا ينفر التكبير بحيث يكون حركتين، بل يزيد عليها قليلا، أو يزيده عليها قليلا، وإلا يبلغ في هذه 14، وأن يجهر الإمام، يعني 14 حركة، نعم، وأن يجهر الإمام بتكبيرة الإحرام والانتقال، وأن يسر غيره من مأموم ومنفرد، فإذا لم يبلغ صوت الإمام جميع المأمومين سنة التبليغ بجهر بعضهم. هذا اللي قلت لكم المبلغ. هلا شوفوا هذا الشيء اللي حكاه كلاتنا بنعرفه، ما بس هي العبارة منتشرة. ويسن ألا يقصر التكبير بحيث يكون حركتين، الله أكبر، يعني ما في مد أبدا، لا، يسن ألا يقصر على الله أكبر، لا، الله أكبر، واضح؟ وألا يزيد على 14 ركعة. وأن يجهر الإمام، من الذي يجهر بالتكبير؟ الإمام، ويسر المأموم، أنا مأموم، فهو بيقول بصوت عالي الله أكبر، أنا شو؟ لا، أنا وأنت كلها، واضح؟ وأن يسر غيره من مأموم ومنفرد، كمان المنفرد في بيته، في المركز، في المسجد يسر. وإذا لم يبلغ صوت الإمام جميع المأمومين سنة التبليغ. إذا كان صوتي لا يصل بيجي واحد بيبلغ، هلا أنت تصير التبليغ مثلا زماننا ممكن يصير طبعا، حياك الله ما شاء الله، قطعت الكهرباء والإمام قال الله أكبر، هو الإمام ما بيوصل، فممكن يوصل لعند أبو محمد، فمن عند أبو محمد واحد بتطوع، بس شو بينوي التكبير والإعلام تنتين سوا، أو واحد واقف هون عشان يوصل للقسم اللي هنيك ما حيصلون هذول، بده يكون جهوري، عنده صوت جهوري، نعم. وإذا لم خلصنا قرأنا ركنين من أركان الصلاة. حلو العلم، وين والله حلو العلم، ما في أحلى من العلم يعني، الحمد لله، الله يتقبل يا رب. الدرس القادم القيام، أو الركن الثالث هو القيام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. احنا الدرس القادم بيكون الدرس السابع.